زومبي هي نسخة البي سي من اللعبة اللي صدرت من سنتين على جهاز الوي بعنوان زومبي يو. وبالرغم من ان اللعبة كانت بتنفذ مفهوم السرفايفل هورر بشكل صحيح، الا ان استقبال النقاد ليها كان في وجهة نظري بيهمل الجانب ده وبركز على جوانب غير صحيحة. عموما والاسباب كتير، الناس بعضها هيشوفها لعبة سيئة والبعض هيستمتع بيها، ولكن بالنسبة لي في اللعبة تعد لعبة سرفايفل هورر ممتازة اخر 7 حاجات. تعال نراجع عناصر السرفايفل هورر الأساسية. أولا درجة الصعوبة العالية، ثانيا الموارد المحدودة جدا، ثالثا المساحة المتعة الاستكشاف، ورابعا الأتموسفير المخيف. تشيك 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 اند تشيك. لعبة زومبي بتنفذ الأربع عناصر دول بفن ومفهومية ودماغ متكلفة. عموما تعالوا نتكلم على الحاجات دي بشيء من التفصيل. الأكل والإسعافات الأولية والذخيرة نادرين قوي في اللعبة، والمكان الموجود في الشنطة اللي معاك مش هيسع غير لكمية محدودة من المؤن، وبالتالي لازم تختار الحاجات اللي هتشيلها معاك بحرص. التجول فترة طويلة في اللعبة في خطورة عالية جدا، لأنه لو الشخصية بتاعتك ماتت بتبدأ تلعب في نفس المستوى بشخصية جديدة ما عندهاش أي مهارات، وده طبعا بيصب في الجانب بتاع الصعوبة، لكن في نفس الوقت برضه هتحتاج تستكشف علشان تقدر تجيب الموارد اللي انت محتاجها. اخر نقطة هنا وهو الاتموسفير المخيف، علشان لما زومبي يطلع لك في حتة ما تتوقعهاش يجي لك زبحة او تبل الكرسي اللي انت قاعد عليه، وبصراحة اللعبة دي ما تتوصاش في حتة الاتموسفير المرعب. والله بص، اعتقد ان معظم الناس اللي متضايقة من اللعبة دي بتفكر في الجرافيك والكومبات والحاجات دي، هما مش بيضحكوا عليك، اللعبة فعلا بتشلني وانا بضرب الزومبيز، والجرافيك بتاعها كمان افضل حاجة بسيطة من ليفت فور ديد، بس مش الحاجات دي هي اللي بتبوظ التجربة، بالعكس تقدر تقول ان الجرافيك الغير معقد والكومبات البطيئة هما اللي مخليين اللعبة مخيفة اكتر. المهم هنا هو الهدف العام من اللعبة انها سيرفايفل هورر مخيفة وصعبة، وده اللي انا بدور عليه من لعبة زي لعبة زومبي. في لمسة حلوة في اللعبة بتخلي اللعب مستمر وانت بتتعامل مع الشنطة بتاعتك، واللي بيخليك مترب وخايف طول الوقت وانت بتلعب. نقطة نجاح تانية للعبة الحقيقة، الكومبات ما بتتطورش كتير، بتوقع زومبي على الارض وتحاول تديله على دماغه لحد ما يموت او تختصر وتضربه بالنار، الموضوع ما فيهوش كيمياء. مش عارف الحقيقة اذا كانت اللعبة فقدت جزء من متعتها من غير الريموت بتاع الويو ولا لا، لاني مجربتهاش على الويو الحقيقة، بس اللي انا متأكد منه ان اللعبة لا تزال لعبة سرفايفل هورر ممتازة بغض النظر عن الكنترولز. الاداء على البي سي خرافي الحقيقة، وجرافيك افضل من الاصلي بشكل ملحوظ، من الالعاب القليلة من يوبي سوفت اللي شغالة على 60 فريم في الثانية من غير مشاكل، بالذات على الاي ام دي. لعبة زومبي لعبة ما خدتش حقها لاسباب غلط خالص، لان اللعبة دي معمولة عشان دماغ معينة بتحب العاب الرعب الكلاسيكي. اللعبة صعبة مخيفة ممتعة وفيها مساحة حلوة للاستكشاف، ولو ركزت على الاربع نقط دول مش هتلاقي فيهم غلطة. يمكن الحاجة الوحيدة اللي مضايقاني ان اللعبة مش طويلة كفاية، محتاجة تصلح بعض الوجات، ولو صلحت الكنترولز من غير ما تأثر على الصعوبة تبقى حاجة جميلة جدا. انا سعيد ان معظم النقاد ما فهموش اللعبة دي كويس، مش عشان سعرها اقل ونزلت 20 دولار، وانما لاني لما اقول لكم انها جامدة جدا وتلعبوها وتلاقوها جامدة جدا هتحبوني اخر حاجة وتعملوا شير وسبسكرايب. يلا اشوفكم يوم الخميس في القرية الذكية. باي باي. خدي على دماغك يا ابن مين اللي بيتف؟ مين اللي بيتف؟ مين اللي بي؟ يا ابن اللذينة، يا ابن اللذينة، خد على دماغك، خد على دماغك، يا أخي خد على دماغك، يا أخي خد على دماغك بقى، خد على دماغك، يا أجري، يا أجري، خد في دوشك، خد في وشك. وانت كمان خد في وشك. اوكي. مش عارف اضربك بايه، اضربك بايه. بس خلاص كده معايا. يلا. باي باي. صحيح، قبل ما تكتب في التعليقات اي حاجة ليه علاقة بمراجعة داينج لايت، مبدئيا لعبتين مختلفين تماما ما ينفعش تقارنهم ببعض، وثانيا رأيي في داينج لايت ممكن يتغير بعد الاكسبانشن الجديد. هدي اعصابك. يلا باي باي.